كذلك أرحب أيضا في المتابعين الكرام من ميدان العرض في المواجهة لهذا اليوم. المواجهة اليوم أخوي سلطان مختلفة كليا عن المواجهة عادة. عادة مالك إبل ومحلل إعلامي وخبير في قطاع الإبل، اليوم راح نأخذ لكم مواجهة بين محللين إعلاميين خبراء في قطاع الإبل. أرحب في أخوي مقعد ابن قديس، يا مرحبا يا ابو مبارك. يا مرحبا يا ثلاب، يا مرحبا. سعداء بتواجدك معنا، الله يطول عمرك. رحب باخونا ابو مشاري. الله يطول عمرك، كذلك ارحب في اخوي سحمي البجيري، مرحبا يا ابو مشاري. الله يبقيك، رحب بك ويطول عمرك، رحب بك وبزميلي العزيز ابو مبارك مقعد ابن قديس، رحب بالزملاء في الاستوديو وجميع الطاقم الاعلامي وجميع الملاك والمشاهدين. الله يطول عمرك يا ابو مشاري. ابو مبارك، فقرة المواجهة اليوم مختلفة من نوعها، ابن وش رايك نحط مواجهة بينك وبين ابو مشاري؟ والله شوف، اهم شيء انه بس نستمتع، المشاهدين يستانسون على فقرة المواجهة. فقرة المواجهة من البرامج الناجحة، نعم، الزمان لها قبول ولها طلع ما عندك للتصريحات والاخطاء وتلفها. نعم، طيب ابو مبارك، فقرة المواجهة لهذا العام كيف رأيت التغير؟ طبعا هي فقرة مستحدثة هذا العام بين ملاك الإبل، مالك الإبل ومحلل إعلامي، كيف رأيت فقرة المواجهة في تقبل الجمهور لها واستعداد الجمهور لها وانتظارهم لها؟ شوف، من أول بداية فقرة المواجهة كل المشاركين ماخذين عنها نظرة شوي أنها ما تصلح، لكن بعد ما مضانا نص المهرجان أغلب المشاركين يحرص أنه يطلع في فقرة المواجهة. أنا نظريتي أنا في بدايتها ما تقبلتها، لكن بعد النهاية نعم فقرة ناجحة. نعم ابو مبارك، مثل موضوع الاجار، من اول الجمهور ما تقبله، نعم، الحين كلهم يطالبون موضوع الاجار. صحيح ابو مبارك، فقره المواجهه اول ما فهموا انها يعني احراج المالك الابل، اظهار للعيوب، وهي مع انها بالعكس فقره المواجهه اظهار المحاسن المنقيه والترتيبات في المنقيه ونقاط القوه ونقاط الضعف. أيه، للمالك، نعم، حط لك النقاط على الحروف، نعم، ثلاثة اخطائك، نعم، تطلع بتصاريح ناريه مثل حنس بالخيل، نعم، طلع معنا بتصريح ناري وجاله ضجه وجاله جمهور، نعم، كذلك عمير فقره المواجهه، كذلك عبد الله الدبوس، نعم، فقره المواجهه فقره ناجحه. نعم، طيب خليني ارجع لابو مشاري. ابو مشاري، كيف رايت فقره المواجهه؟ وش اللي يميز فقره المواجهه في ميدان العرض؟ انا اعتبرها ناجحه بما تعنيه الكلمه من بكل المقاييس، لانها مثل ما قال اخوي ابو مبارك تضع النقط على الحروف. بالعكس، انا اعتبرها فقره تصحيحيه للمالك او الجمهور، يعني أو مستفيد منها المالك ومستفيد منها الجمهور ومستفيد والمتلقي برضه، مستفيد منها كلهم الجميع، حتى المتلقي مستفيد منها. نعم، يمكن تنبه على نقاط يعني يركز فيها، هم يعرفون مثلنا واكثر، لكن لما تنبه تكلم عن نقطه يركز عليها ويشوف الملاحظه سواء ميزه او ضعف. صحيح. نعم ابو مبارك، وش تعتمد عليها المواجهة؟ تحضر، هل تتابع العروض في الإبل وتحضر المالك الإبل أسئلة على حساب تبين له، تقول هذا تميز بكذا وتميز بكذا وتميز بكذا وأخفق في كذا؟ تعتمد على مشاهدتك المنقية وجمعك النقاط الإيجابية فيها والنقاط السلبية فيها، وتعتمد على ذكائك وخبرتك برضه. متميزة تشكره على تميزها وحضورها الفرديات، تنشد عن صفقاته، تنشده وش عن الجديد، وش حضر له، وش مرئياته، وش أسئلة عادي عامية عادية. طيب الآن خليني أوجه السؤال لأبو مشاري. أبو مشاري، سم. الآن بعض ملاك الإبل إذا جبته وقلت له أنت حصل عندك إخفاق في كذا وإخفاق في كذا وإخفاق في كذا، ما يحب أنك تبين العيوب أو الإخفاق في حلاله. وواجهنا منها أشياء كثيرة، حتى المحللين، زملاء المحللين حتى في الترشيحات يواجهون الموضوع هذا، ولكن من وجهة نظرك أنت ليش السبب اللي يخليها؟ أخوي ثلاب، في قاعدة يقول لك الإنسان عدو ما يجهل. في البداية يمكن يصير ما تكلمت عنه، لكن أشوف من تقريبا من 10 أيام أو 12 يوم بداية المهرجان الناس صارت تقبلها بصدر الرحب، صاروا يتكلم لك ومنتهى الارتياح، يقول لك كذا وكذا ويشرح لك عن المنقية كاملة من أولها إلى آخرها اللي أنا شفته. أبو مبارك، كيف رأيت تقبل الملاك للنقد في منقيته؟ مثلا قلت له جلت الإبل فيها كذا، عرقوب البلدة فيه كذا، يعني كيف رأيت تقبل الملاك
سواء في النقد او في فقره المواجهه. اللي واثق من نفسه ما عنده مشكله، يقول انا داري والله السنه ذي خانها الترتيب وخانها الجلاه وما كان المقيض زين. اما اللي واثق ما هو من نفسه صحيح انه يشمئز من السؤال هذا ويحس في خاطره لانه ما واثق نفسه، لكن الواثق ما عنده مشكله. نعم. فقره المواجهه او المواجهه في يوم من الايام اعجبت ابو مبارك وتمنى انه كان حاضر معنا بدل واحد من زملائه في المواجهه. والله شوف بدون تحديد فقره المواجهه واغلب الجمهور كله نظريته للفقره ذي. نعم. حتى لو دخلت على حساب النادي شفت انت المشاهدات فقره المواجهه 200,000 300,000. نعم. هني فقره ناجحه لانها تضع النقط على الحروف، وش صفقاتك؟ وش جديدك؟ وش توعد جمهورك؟ وش جيتك؟ وش حضرت من السنه الجايه؟ وش مشاركاتك؟ يعني الخلاصه حقت التحليلات تلقاها في فقره المواجهه. صحيح. ابو مشاري. سم. فقرة المواجهة اللي تمنيت انك تكون حاضر مع مالك الابل حصلت، يعني حصل فيها نقاش ونقاش مثمر وتصريحات قوية. والله يا ابو كلها ناجحة، فقرة المواجهة ناجحة من اول حلقة الى اخر حلقة، لكن انا تمنيت اني اكون مع حنس يوم طلع في فقرة المواجهة. حنس. اي نعم. نعم انا سب الخيل من غير قصور في جميع الملاك. نعم. لكن طلعتها كانت. نعم. كانت جامعه بين الشده والفكاهه. ابو حنس ابو الخيل دائما تصريحاته ناريه ودائما تصريحاته محل تشجيع الزملاء وروح حماس للاشواط، ما يجرح احد وهو دائما يشعل الشوط. يكرمون الملاك يا ابو واجهه للمجتمع السعودي وخير من مثلنا في هذا المهرجان. نعم. هم الملاك شفت ولا حد يغلط، لكن هو يعني تحس ان فيها شده شوي، جمع بين الشده والفكاهه. الله يعطيه العافيه ابو فارس، نصبح عليه بالخير ابو فارس. ابو مبارك اليوم طبعا اخر يوم في ميدان العرض، طبعا ختامها مسك نخبة النخبة للوضح. كلمة في ختام استديونا وختام فقرات المواجهة لهذا العام. أشكر القائمين على نادي البل من المشرف العام سمو سيدي سمو ولي العهد محمد بن سلمان وفهد بن حثلين ورئيس اللجان اللي هو خالد بن سلمان، كما أشكر الطواقم الإعلامية والمنظمين والمراسلين وجميع الطواقم في ذا النادي. أنا من أول كنت خارج النادي، بعد ما دخلته شفت العمل يجري على 24 ساعة من محللين من منظمين من لجان من استشاريين جميع الطواقم من مصورين، يعني العمل طول 45 يوم الشغل 24 ساعة شغال. كما أشكر القائمين وأشكركم الزملاء وأشكر ما ادري عاد والله وش اقول لكم، لكن العمل هذا الجبار والله كلمه الثناء والشكر هذه تقصر دونه. هذا عمل متكامل يا ابو مبارك من اصغر واحد لاكبر واحد ولله الحمد، ونهنئهم على نجاحه ولله الحمد. احنا نشوف ردود الافعال من الجمهور ومن المتابعين ومن ولله الحمد، نشكرهم على ما قاموا به من اكبر واحد لاصغر واحد، نقول الله يعطيهم العافيه. العمل هنا جبار، طواقم العمل نشكرهم الحقيقه. ابو مشاري سم. كلمه اخيره. نشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي سيدي محمد سلمان والشيخ فهد فهد بن فلاح بن حثلين، واشكر كل من قام على ارض المهرجان من مالك الى مقدم الى اعلامي الى منظم، اشكرهم جزيل الشكر وحقيقه اللسان يعجز عن شكرهم جميعا. الله يعطيكم العافيه، اتمنى لكم التوفيق. نعم اخوي سلطان، كانت هذه المواجهه بين المحللين الاعلاميين الخبراء في قطاع الابل مقعد ابن كديس وسحمي البجيري، نتمنى لهم التوفيق وتمنى انهم يكونوا شادين على بعض، ولا كان كل واحد مع هذا عشان تصير فقره مواجهه حقيقيه، ولكن بما انها ختام نقول الله يعطيكم العافيه ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. مرحبا. يا مرحبا. مرحبا بك حبيب مشاري، الله يعطيكم الله يبقيك الحين باك. نعم اخوي سلطان، ننتقل اليك الان بالصوت والصوره. شكرا.